الاسعار نتاع دابا ما كاينش زياده هذا العام، يعني ما كاينش الزياده اللي كثيره ولا عاديه. بالنسبه للزياده في كاينه في الترونسبور، كاينه في المعمل زايده واحد 10 درهم 15 درهم في البياسه، هادشي اللي كاين. ولكن باش غادي نجيبوها حنايا وغادي نزيدو على المواطن ما غاديش تقدر، لان المواطن مولف يجي عندك ويدي عليك واحد مثلا سروال كيدي عليك كل عام كيدي عليك بواحد الثمن، ويجي هذا العام غادي تقول له راه دايرك ثمن اخر، ما غاديش يولي لك اصلا. ولا باغي تبيع الجوده ولا باغي تبيع سروال مزيان وهادي راه خاصك تبقى في الثمن ديالك. ما الا بغيت تاخذ الربح بزاف راه غادي تجيب واحد سروال ناقص شويه في الثمن وغادي تربح، يعني غادي تنقص للمواطن واحد 20 درهم ولا 30 درهم وغادي السروال ابتداء من 100 درهم حتى ل 30000 فرنك. اللي بغى يشري من 100 درهم حتى ل 30000 فرنك على حسب الجوده على حسب الكاليتي. ولكن اللي لا بغيت الجوده راه الاوسط احسن. التريكويات حتى هما كاين عندك 25، كاين 100 درهم 25 18 17 على حسب، وكل واحد واش كيبغي. السبردينات عندنا حنا شي حاجه الجوده ويعني شي حاجه كاليتي، والثمن حتى هو جد مناسب 28 30 35 هكا. وكاين عاود السبردينات تاع 18 20 22، وكاين الاوريجينال. الاوريجينال راه كيوصل حتى ل 150 130 140 على حساب. دابا الحوايج راه كاين الاقبال، يعني ولكن في السيمانه التاليه كيكون واحد الاقبال اكثر، كتكون واحد التجاره يعني الضغط ياسر، يعني ماشي كما ليامات الاولى. ليامات الاولى كتبيع وكتنهج، دروك ما كتنهجش كاع. بالنسبه للاسعار تاع الملابس هذا العام هذا كان واحد شويه ديال الارتفاع في الاسعار، لان كاع المواد ارتفعوا وكل شيء المواد طلعوا. بطبيعه الحال غادي يكون حتى الملابس وجميع لي برودوي كل شيء طلع، ولكن بواحد الوتيره قليله، ماشي كما العام اللي فات كانت واحد الاثمنه مناسبه. اليوم زادت حتى ل 15 درهم 10 درهم في البياسه. بالنسبه للناس الكونسوماتور مثلا اللي غادي يقتني مثلا اللباس كيجي شويه الله يحسن العون، الناس راه على قد الحال. كاين السلعه كنجيبوها من كازا نظرا للترونسبور راك تشوف وباش تهبط مثلا تشوف السلعه ديالك اللي غادي يخصك وتشوف لي موديل اللي غادي يخصك، راه كطلب شويه ماده وكتدخل كل شيء في السلعه، دونك كتنقم لك الحوايج شويه ثمن. الاقبال ما كاينش اقبال اللي هو كبير نظرا للناس، الناس الله يحسن العون القدرة الشرائية نتاع المواطن راه ضعيفة. وش غادي نقول لك بالنسبة للعام اللي فات، كان إقبال على الاقتناء نتاع الملابس، وبالنسبة لهذا العام هذا راه الله يحسن العون الناس شوية مضعضعة.